اول مره كنشوف عزاز كيحفظ. كي درتي ليها عزاز؟ كيحفظ تبعتيه، ما كيحفظش تبعتيه. وانت خلي الدري راه ماما قالت لي غتعطيني 5 دراهم. ها اللي قلنا ما كتحفظش باش تستافد. ولا الوالي راه كنحفظ باش نستافد 5 دراهم. حفظ اولي عزاز حفظ، الله يرضي عليك. وسوسو واش غادي نتغداو تاني بالعدس؟ وبلادي ندير لك الشوار والقطبان والديسير والمناضة وانت سير تخدم بحال الناس. تليفون كيصوني. الو نعم اسيدي. شكون كيصوني ليك؟ بلاتي نهضر مع السيد. نعم اسيدي، اه انا هو حميد. ها واخا سيدي واخا. شكون حميد؟ شكون؟ بلاتي يا سوسو. لا سيدي لا، غير مع المدام. صافي يا سيدي واخا. ومع من كتهضر؟ مع من؟ واحد السيد عنده الشركة بغاني نخدم معاه. واش كتهضر بصح؟ واخيرا واخيرا الوالد بيخدم واخيرا. سكوت عزوز، غير تقوس عليا تاني نسخو ما خدامين ما والو. الشركة ديالاش؟ ها؟ ما عرفت الشركة ديالاش، حتى نمشي نشوف. يلا نوض اش كتسنى، نوض سير. واخا سوسو. ماما ماما واش الوالد الا خدم غادي يوليو عنده بزاف ديال الفلوس ياك؟ اه عزوز اه. واللي بغيتها غادي يشريها ليا ياك؟ اه عزوز. بلاتي نصوني لباك نشوف اش دار. الو حميد خدمتي ولا مازال؟ خدمتي؟ ايوا مبروك السي حميد. وفاش خدمتي؟ اه مهندس؟ مهندس ديال البني؟ كي درتي ليها وانت ما قاري والو؟ اه كيعرفك المدير؟ اه فهمت واخا السي المهندس مبروك عليك. ورا الجيران جاوي باركوا لينا حيت انت خدمتي. ورا جاوي ديو التبركي اش من مباركو ولا مباركه؟ كاينين شي فلوس حامي. اه بغيت نقول لك كي دايره الخدمه مزيانه. الخدمه راه مزيانه وبزاف ديال الفلوس. وراه انا راه مهندس ديال البني. ايوا راه تشوف راه نجيبو الدجاج والمناضه وعشره الخبزات للضياف راه حشومه. راه جاوي باركوا لينا. واش انا غنخدم وغنبدا ميره وغادي نجيبهم باش نعطيهم للضياف؟ انا عندي مطعم هنا. خرجيو ما سوسو. وغير درتي الفلوس حميد ولاتي سقران. لا امشي نجيب انا الفلوس ونفرقهم على الضياف. يلا سيدنا اللي عنده شي دار يمشي ليها ضربوا الباب. مبروك ولا مبروكه شحال ديال الحظيه فيكم برا. هاي على الراجل الريحه ولابس مزيان والتنشيطه في الغد يا حميد. غادي القهوة اسوسو. هاكي 200 درهم وما تسولنيش في الغادي هاك. واخا سي حميد قول لي امتى غادي تجي. هاكا شدي هاد 200 درهم اخرى هاك ما تسولنيش امتى غنجي. واخا سي حميد قول لي غنصوني ليك هاد 200 درهم هادي ما تصونيش ليا وهادي ممنوع واتساب هاك شدي يا سوسو. واخا سي حميد يلا انا مشيت. ايوا زيد 200 درهم اخرى ونخليك تخرج هاك. 200 درهم يلا خليني نخرج هاك. الوالد دور معايا. عافاك الوالد. ها ما عنديش حتى نجي ونجيب لك مصاصه وبيمو. غادي نتبعك الوالد فين مشيتي. يا الله يلا هاك هاك 20 درهم هادي وما تبعنيش. واو شكرا الوالد. ايه حميد انا دوك الفلوس كاملين. انا جاسوسو جلس هنا
ما كاين لا قهوه لا حليب، جلسنا في الدار. انا راه غادي على القهوه. اش كاين في هاد القهوه هادي؟ اش كاين؟ الكرسي والتلفازه والطبله. ها الكرسي ها هو، ها التلفازه والسرباي. ها عزيز غنولي السرباي ديالك، انا غنوجد لك القهوه وعزيز غيجيبها لك حتى لعندك وتفرج في التلفازه. يلا هاكا الوالد، هاك القهوه ما كايناش، كاين غير اتاي وما فيهش السكر حيت ماما مازال ما جابت السكر. هاكا الوالد وخلص ياك الكريدي، راه ما معناش الكريدي. حميد وديك الخدمه ما تبقاش تمشي ليها، صافي سالينا بقى في الدار. علاش؟ هاي 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 على الراجل، ادخلوا بالفلوس وليتي كدير الريحه وباغي تخرج للقهوه، ما حشمتيش؟ ما نخدم ما نخرج ما ندير والو، انا غادي نرحل. فين غادي ترحل الوالد؟ فين غنرحل من الدنيا اعزوز؟ بغيت نتهنى. عندي واحد الفكره واعره الوالد، غادي تشرب جافير ليك وغادي تهنى من الدنيا. جافير؟ واخا عزوز فكره زوينه، غنمشي نشرب جافير. اش كدير حامد؟ ارا ديك القرعه ارا 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 بغيت نصرف انا جابيل، بغيت نتهنى من هاد الحياه كاع. انا هذا راه نحسن الحر راه ستر مخبيه هكا جابيل. ها هو شد جابيل، يلا شرب جابيل دابا. جابيل هذا لا لا راه حار حار حار. وهذه حاره